السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. متنسوش اللايك، اهم حاجة تعليق صغير ولايك. النهاردة انا ليا ملحوظة صغيرة قد كده للمدرسين، مدرسين الثانوية العامة. بجد بقول لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بجد الناس تعبت، يعني اولياء الامور تعبوا، الناس تعبت بجد. اما كل اب يدفع له في اليوم 120 جنيه و 150 جنيه في اليوم الواحد، كتير قوي بجد. السناتر اللي مفتوحه لسه للطلبه بال 500 وبال 1000 واحد. المدرسين اللي بتعمل الملزمه بتعملها ب 250 وب 180 جنيه، وبيعملوها مشفره علشان خاطر الطالب ما يعرفش يصورها. حرام عليكم بجد. يعني انا ما بعممش كل المدرسين، علشان في مدرسين جدعان وفي مدرسين عندهم رحمه. في مدرس بيخش الفصل بيشرح للشباب، وفي مدرس ما بيعملش اي حاجه، ما بيخشش كمان الحصه. ليه؟ يعني حتى هنقول ان انت مرتبك قليل، يا عم خش واشرح واعمل اللي عليك، ربنا برضو هيرضيك وهيكرمك. انما لما تروح الدروس الخصوصيه وتشتغلوا في المراكز التعليميه، مع ان الحكومه قافلاها علشان خاطر كورونا، وانتوا برضو بتتحايلوا على كل دوك وبتفتحوا وبتشتغلوا، وبرضو مش رحمين اولياء الامور. بجد عندي ناس في شغلي اتنين عندهم اولاد في المدرسين في الثانويه العامه، بجد حرام بجد. وبعدين يا جماعه بيبقى في واحد عنده عيل واتنين، يعني حرام عليكم. الفلوس اللي بتتاخد كتير جدا. اما اب بيدفع كل يوم لابنه 150 جنيه و 120 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ هو ذات نفسه بيقبض قد ايه؟ يعني هو نفسه بياخد قد ايه علشان ده يبقى افترا؟ احنا مش هنعممش كل المدرسين، في مدرسين بيخشوا وبيشرحوا، مدرسين كويسين على خلق وبيراعوا الناس، وفي ما في جشع بقى، في مدرسين جشعين مش رحمين الناس. اما المدرس يعمل ملزمه ب 250 جنيه، وانا شفت كده ملزمه ب 250 جنيه وب 180 جنيه وبيشفرها علشان لو طالب غلبان ما يعرفش يصورها. يعني ليه كده؟ وهي اصلا ملهاش لازمه، امال انت بتشرح ايه؟ يا جماعه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، مش كده. ارحموا الناس دي شويه. كل مدرس يعني عنده ذو اخلاق عاليه يرحم الناس دي شويه. اللي بيدي ب 50 يدي ب 25، اللي بيدي ما بنقولش ما تديش، ادي بس اعمل اللي عليك في فصلك. احنا بنقول اعمل اللي خش الحصه بتاعتك اعمل فيها اللي عليك، اشرح بما يرضي الله. في عيل، في شاب، في بنت ظروفها مش على قدها، ما تقدرش تاخد درس، ما تقدرش تاخد درس. تستنى ايه؟ تستنى معلومه من واحده صاحبتها، الشاب يستنى معلومه من واحد زميله. المذكره اللي انت بتعملها اصلا ما بتنفعش تتصور، علشان لو واحد حتى غلبان مش قادر ياخد درس ممكن يصورها، ما بتنفعش تتصور. ليه؟ ليه الجشع ده؟ ارحموا شويه، ارحموا الناس دي، الناس دي غلابه برضه، الناس دي موظفين. الناس دي بتشتغل، بتطلع من شغل تروح شغل تروح شغل على ثلاث اشغال ورا بعض علشان يكفوا بيتهم ويكفوا اولادهم. علشان نفسه ابني يبقى متعلم. مش حرام، مش حرام ان انا نفسي ابني يبقى متعلم. ليه تقسوا على الناس قوي كده؟ ما كفايه الدنيا عماله تخبط فيهم. يعني الحكومه ذات نفسها منع المراكز دي كلها، منعاها، وانتوا بتتحايلوا على كل ده وبتفتحوها وبتغلوا وبتموتوا اولياء الامور دي ولا حاسين بيهم. انت لو انت موظف ولا لو انت واحد على قدك، حطها
كده ما بينك ما بينك وما بين نفسك كده، لو انت لو الواحد عنده ضمير كده يقعد كده يفكر، لو انا مكان الراجل ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ حرام بجد، اتقوا ربنا شويه يا جماعه. الناس يعني الناس اصلا تعبانه، الناس اصلا مش عارفه تجيب منين. اما يبقى اب بيطلع بس لابنه ولا لبنته 150 جنيه و120 جنيه كل يوم، امال بقيت اولاده ياكلوا بايه؟ بقيت اولاده يمشوا ازاي؟ ياكل ويشرب ويتعالج ويمشي ازاي ويدفع ايجاره؟ مش كده، مش كده، ارحموا شويه. السايبر دوت ولا ال بتاع اللي هم بيذاكروا فيه دوت بجد بيبقى بال 500 نفر وبال 1000 نفر. ليه؟ المركز بتاع التعليمي ده بيبقى بالألف نفر في أماكن كتيرة قوي، في أماكن كتيرة، في أماكن الحكومة لما بتعرف بتقفل وبتخش وبتهاجم وبتقفل المكان نفسه. ليه يعني؟ يعني أنت لما تراعي ربنا، ربنا هيكرمك في المرتب اللي أنت بتاخده، هيبارك لك فيه، هيطرح لك بركة فيه، يعني ارحمه شوية. كل واحد عنده قلب وعنده ضمير ارحموا اولياء الامور شويه. انا ما عنديش حد في التعليم، انا عندي احفادي لسه صغيرين. فارحموا الناس دي بالذات بتوع الثانويه العامه، الناس اللي هي خلاص بجد جدت بجد خلاص، الناس دي ماتت. اللي عنده عيل كمان عذرا، اللي عنده عيل واتنين دولك هيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ انت كده بالله عليك اقعد كده حاسب نفسك، الاب ده بيعمل ايه؟ ده لو هو اشتغل ومراته اشتغلت مش هيكفوا، مش هيكفوا الدروس. ارجوكوا انا يعني ده رجاء بجد بجد. انا لما قعدت النهارده مع زمايل ليا بجد بجد صعبوا عليا، ده رجاء يعني من اختي ليكوا. ارحموا الناس شويه، ارحموا الناس شويه، خشوا الفصل بتاعكم او الحصه بتاعتكم اشرحوا بما يرضي الله، علشان اللي مش قادر بجد ما مش قادر ياخد درس ما ياخدش. ما هو انت اللي هتعمله هنا هو اللي هتعمله برده في الحصه بتاعتك، يعني انت اللي هتشرحه هنا هو اللي هتشرحه في الحصه بتاعتك بالظبط. يعني انت مش هتجيب مترجم عشان يعمل يخش معاك المركز علشان يدي الاولاد، لا هو اللي انت هتديه هنا هتديه هنا. فخلي عندكم شويه كده من الرحمه ومن الانسانيه، يا ريت راعوا الناس الاهالي، بس راعوا الاهالي اللي نفسها تعلم اولادها راعوهم. وجزاكم الله خير كلكم، وانا بقول لكل اللي هو عنده ضمير وبيخش وبيقضي واجبه انا بشكره، واللي هو بقى يعني نص نص كده ده انا بقول له راعي اولياء الامور، راعيهم بجد. يا رب يكرمكم ويصلح حال الشباب كلها وينجحهم ويفرح اهليهم بعد التعب ده كله ان شاء الله. واستودعكم الله، وباي باي.